منورانا. ضيفنا أيضا فقرة مبادرات مسؤول التواصل بجمعية بيتي سيد عبد الرحمن بنعيم. سعيدة أستاذ، بارك الله فيك. كيف الحال؟ بارك الله فيك. الحمد لله. الحمد لله. مرحبا بك برفقتك من دابا شوية الحديث على جمعيتكم اللي صيتها كبير في المجتمع المغربي. مجموعة من نقاط غادي نطرقوا لها من دابا شوية، فرصة للحديث على واحدة من أقدم الجمعيات في مدينة الدار البيضاء، جمعية بيتي ربورتاج. ورجائي للحديث رفقة ضيفنا. سنة تلو الأخرى كتزداد تفاقما إشكالية الأطفال المتخلى عنهم والشباب في وضعية صعبة، وبالأخص اللي في وضعية شارع. وفي هذا الإطار كتبرز الأدوار المختلفة اللي كتشرف عليها جمعيات المجتمع المدني اللي كتكفل بهذه الفئة، ومن بينها جمعية بيتي المتواجدة بمدينة الدار البيضاء واللي كتستقبل هذه الأطفال من مختلف مناطق المغرب وكتوفر لهم الإيواء، التغذية، الملبس، التطبيب وغيرها. أربعة كتكون عندنا محضر الورشة ديال الرسم اللي كيكون معنا فيها أستاذ اللي كيعلمنا كيفاش نرسمو باش نوليو فنانين، ومنها حتى كانت عمل يدوية كيعلمنا كيفاش نقطعو. عملت هذه المؤسسة طيلة 26 سنة على احتضان هذه الفئة وحمايتها وإعادة إدماجها المدرسي والسوسيو مهني والأسري، إذ نجحت بجهود مؤطريها ومختلف الفاعلين بالدعم والمواكبة على تقويم مسار العديد من الأطفال والشباب واللي صبحوا اليوم فاعلين أساسيين متمكنين من مناقشة قضاياهم بكل تميز. المشاركة ديالي في برنامج الطفل اللي هي ديزا اوبجيكتيف كنركز عليها، واش اختو عندي خصني ندافع على قضايا ديال الاطفال ككفاله ولا بوندوناسيون ديال لونفون. سي فاسيل بوغ ادوبتي مي ديفيسيل بوغ ابوندوني. وشارك في تركيا كممثل الاطفال في المغرب، وانا جد سعيد كممثل أطفال في برلمان سواء خارج التراب أو داخل التراب الوطني. عضو في مجموعة ديال الهيئات الحقوقية اللي كتدافع على حقوق الطفل، من أبرزها عندنا عضونا في اللجنة الاستشارية للحركة العالمية للدفاع عن حقوق الطفل هي دي سي أي، عضو في منارة اللي هي واحد الحركة عربية اللي كتدافع على حقوق الطفل في الوطن العربي، عضو في واحد اللجنة تابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. أنا أهم حاجة عندي هي يعني اللي كندافع على قضية الأطفال في المؤسسات في اليونيسيف. القضية الأبرز عندي هو أنني نحاول نمي المعارف ديالي ونمي كاع القدرات ديالي باش نقدر نزيد ندافع على تشريح هذا الأطفال. تلتحق بنا في بلاطو البرنامج الأخصائية النفسية أمال السبتي. أهلا وسهلا أمال. أهلا بك سيمة، أتمنى تكوني بألف خير. الله يحفظك. الحمد لله. رفقتك من دابا شوية الحديث على الفراغ العاطفي، موضوع مهم جدا، ولكن قبل نرجع لضيفنا السيد عبد الرحمن بنعيم مسؤول التواصل بجمعية بيتي. مرحبا من جديد أستاذ. بارك الله فيك. جمعية بيتي سنوات كثيرة من الاشتغال على جوج ديال الفئات، هما الأطفال المتخلى عنهم والشباب في وضعية جد صعبة. تغيرت الأمور وتبدلت الأجيال وتبدلت الظروف وتبدلت بزاف ديال الأشياء، هل تحسنت أوضاع هذه الفئة أو لا تفاقمت الأوضاع بحكم تجربتكم؟ أولا شكرا على الاستضافة، وشكرا أكثر أنكم مرة أخرى، وحنا تعودنا على القناة الأولى أنها كنت نتابع لواحد الفئات اللي للأسف باقي كاين تهميش. هي تغيرت لكن للأسوأ، والوتيره ديال الأسوأ هذا كتطلع بواحد الوتيره سريعه بزاف لعوامل عده. وكنظن سؤالك لاله زينب تسال لي اي مواطن غيقول لك يعني الوضعيه تأزمت، فما بالك حنا اللي مختصين وسنين وكل سنه كنعرفوا اشنو كيوقع. الوضعيه تأزمت لعده اسباب، اخرها ما يمكنش نجبدوا القديم غير الجديد، وباء كورونا، الجفاف، سميتو المشاكل اللي انا كتعرفوا المغرب ماشي في قريه بوحدو، راه كيتاثر على المستوى العالمي اللي وقع عالمي اللي كيوقع في اوكرانيا، غزه، والسودان الى اخره. وللاسف انه حتى الحلول ضيقت، وحتى الامل دائما كان هو علاش خدامين، ودائما هو اللي قدام عينينا، لكن بعض المرات كيبان لك انه داكشي كيضيق، داكشي كيزيد صعاب الى اخره. مي كتبقى واحد المساله مهمه، انه رغم كل هادشي كيبقى داك الطابع ديال حنا دوله عربيه اللي باقي الحمد لله كنتمسكوا بالاسلام وبالروح الاسلاميه ديالنا. هذا شويه كيخلي لنا بعض المرات حتى في شي حالات
ديال الأسر اللي كتلقى مع الدور يعني ما دايرهاش كما يجب. ودور الأسرة مهم عندنا، هو خدمة الأساسية مع الأسرة، لأن الطفل كيبقى ضحية ما داير لا بيديه لا برجليه. وبالنسبة للأطفال كيخرجوا الشارع كما كنقولوا ما كاين حتى مش كيهرب من دار العرس، علاش هذاك خرج؟ لأنه سيدي ديرني يعني ما كانش كان الملجأ الوحيد اللي هو الشارع. وهنا اسمحي لي مدام زين، بغيت نقول لك واحد المصطلح ما بغاش تنسى ليا، لان حنا كنخدموا مع فئات بزاف، بما فيهم الفئات ديال الاطفال اللي مسجونين في المراكز ديال الاصلاح والتهذيب. وكان عندي واحد الورشه مع شي اطفال في واحد المركز باش نصوبوا واحد الفيلم ديال رسوم متحركه اللي كيحكي قصه ديال واحد الطفل من متبنى حتى ولا في شارع حتى ولا في السجن حتى مات. وكان في واحد المقطع وهذا الشيء كله مع الاطفال يعني هما اللي كيحطوا القصه ولا خيره وفيتر كيهضروا على رسوم. وكان واحد المقطع اللي كيقول يعني وقع المشكل وجراو عليه من الدار وما لقى الا الشارع اللي ضيف. وهذه كلمه ان الشارع فقط ضيف، لان قبل كانوا اطفال كيوقعوا مشاكل مع الاسره ديالهم، وكان كيدخل الجار كيدخل العم الخال. دابا للاسف تغيرت المجتمع، ما بقيناش كندخلوا بخيط يعني ابيض. كيقول لك ولدي هذاك تاج دخلك. المهم كاين يعني كما قلت لك أستاذ عبد الرحمن بن نعيم، سمحتي لي، واش بحكم الأوضاع اللي تكلمت عليها والتغيرات والمشاكل اللي زادت صعبت، هل زادت عدد الأطفال المتخلى عنهم؟ تلقائيا مدام زينة، تلقائيا. وحنا حيث كل سنة كنديروا معك أي مؤسسة كنديروا الحصيلة ديالها، تلقائيا العدد كيتزاد. والعدد اللي كيتزاد ديجا بالعدد اللي كنخدموا معاه، لان احنا ما يمكنش نخدموا مع كل جميع، فما بالك. ودايور حتى في الاحصاء دابا الاخصائيين ولا الجمعيات ولا اللي كيبغوا احصائيات ما كيلقاوش واحد الاحصاء دقيق ديال الاطفال في وضعيه الشارع، لانهم كيتنقلوا وكيبدلوا البلاصه. ما عندكش كيفاش تحصر بوسيبل، ما تقدرش تحصرهم. حتى دابا بالاحصاء ديال 2024 كما في الاحصاء ديال 2014 يعني الناس ديال الاحصاء كيستشروا معنا، كيقولوا لنا الديره بغيتها غير في كازا في الدار بيضاء كلشي خصك تسدها واحد 15 يوم ولا 10 ايام ما يخرج حد. وشوف تشوف لان عاوتاني هو هنا يقدر يمشي لك البلاصه، هذا الاسم كيبدلو اغلبيه دونك صعيب. هل بهذه الظروف وجمعيه بيتي هل تضطر سنويا لتغيير استراتيجيتها باش تقدر تلقى حلول عمليه وفعاله لهذه الفئات اللي كتخدم معاه؟ اكيد اكيد. وبين استراتيجيات اللي غيرنا، اولا حنا استفدنا، حنا دائما كنقولوها بيتي الا عندها واحد المكان ولا خير الحق استفدنا، واللي قراونا هما الاطفال نفسهم، لان منهم تعلمنا بزاف ديال الحوايج. ما تنسايش باللي هي الظاهره كانت جديده، وجمعيه بيت يمكن من الاوائل اللي خدموا واليبوك كانت طابوهات، كانت من طابوهات ما يمكنش تهضر عليها، فكان واحد بزاف ديال الاكراهات باش انه يعني يحسب لبيتي كما الجمعيات اخرين انه بينوا الظاهره ولا الهضره عليها ولا الخدمه عليها الى اخره. فاستراتيجيه اكيد من بين الاستراتيجيات اللي وضعنا من 2010 اللي هي الأسرة استقبال. طبعا كنعرفوا أن الأطفال يكونوا في الأسرة ديالهم يكونوا في الكفالة وحنا طورنا واحد البرنامج ديال الأسرة استقبال ولا الأسرة المستقبلة. هذه الأسرة هذه حيت بالنسبة للكفالة فيها مزايا لكن فيها عيوب، مثلا أنه كاين إجراءات صارمة باش أنها تأخذ، وإنما للأسف كاين أسر اللي بسهولة تخلى على الطفل خاصة ملي كيوصل واحد السن ديال المراهقة كيصعب التعامل معاه إلى آخره. فحنا طورنا هاد أسرة استقبال اللي هي فيها واحد البروسيسيس، واحد البرنامج اللي كنكونوا فيه الأسر وكنهيئوا فيه الطفل. فملي كيتهيئوا بجوج ما كنقولش 100% غتنجح، وإنما كتعطي واحد النسبة ديال 60-70% تقدر تنجح. أطفال متخلى عنهم أو لا شباب في وضعية جد صعبة، الجانب النفسي تيكون مدمر عندهم، كيفاش كتخدم بيتي بخبرتها اللي راكمت في سنوات وبالخبراء والاخصائيين اللي معاها على انها تخدم على الجانب النفسي حتى تقدر تلقى لي عائله وتقدر تعطي واحد الوسط، خلينا نقولوا بين قوسين ما كاينش كيحلم به، ولكن الا جروحه النفسيه ما تشافاتش راه بحال كتخوي الماء في الرمله. تماما تماما. في هذا الاطار احنا بدينا بالعمل ديالنا الى اخره كما قلت لك استفدنا، من بعد لقينا باللي الجانب النفسي احنا كمربيين وكاخصائيين في هذا الميدان لكن عندنا واحد المستوى محدود، لهذا من البدايه خدموا معنا دي بسيكولوج، وحاليا عندنا بسيكولوج كلينيسيان اللي كتجي
يوميا في الأسبوع بالنسبة للمركز ديالنا في البرونسي في كنتصوير اللي كتشوف الأطفال. وهنا هي كتحدد كاين الأطفال اللي خصهم واحد سيونس دو، كاين أطفال اللي ما خصهمش فقط غير دو، وكاين أطفال اللي خصهم تتبع، وأغلبيتهم فعلا خصهم تتبع، وخاصة الأطفال لأنه الشارع ما كيبقى إلا يعني واحد المكان، يعني ماشي هو الإشكالية، ماشي الشارع والإشكالية، الإشكالية هي الأسباب اللي أدت من الأطفال الشارع، وأشنو خداو في الشارع منعهم يستغلوا من إلى آخره. فلهذا كاين حمولة نفسية حتى كتأثر حتى على قريتهم، يعني هلا بعد غير وصل غير نيفو باك ولا هذا ما تقول لحد، يعني بالنسبة اللي كيكون تقري إلى آخره. ما كاين جانب اخر من غير الجانب النفسي اللي هو هذيك الثقه في النفس. دونك حنا كنخدموا بزاف على كاين واحد المجموعه ديال الانشطه باش انه يدير بلاصتو ويثق في نفسه ويخرج القدرات اللي عنده. جميل جدا. ولا ممكن نقولوا بلي الحديث كثير في هذا الموضوع، حنا اليوم غير حلينا قوس لان مطلوب ان الجهود تكون مع بعضياتنا باش نقدروا الوليدات ما يتكرفصوش. غنرجع نقول نهار كتكونوا فرحانين وتبغوا تجوجوا فكروا مزيان وعاودوا التفكير مره وجوجوا عشرة، حتى صغيا انكم فرحانين بالزواج سبع ايام ديال مشمش ديال المشمش راه كدوز، وكيبداو اكراهات الحياه. وشنو كيقول لك راسك من غدا ولا بعد غدا كتسمح في ولدك ولا بنتك وتخليه يخرج للزنقه المشى وكتهز ولادها؟ حنا اللي بشر ما قادرينش نهز ولادنا، المشاش كيهز ولادو من هنا، حيوانات اللي خلقهم سيد ربي كيلقاو وسيله ما كيدوش كيلقاو الوسيله باش يحمي ولادهم على قدر الامكان، ويجي بشر يسمح في واحد الابن ولا واحد الابنه ويخرجوا المجتمع. وغدا يبدا المجتمع وعوريته يقول لي لا انت مجرم وانت درتي، واش رجعنا وقلبنا على شنو اللي سبب هذا الشيء؟ الا بغيتوا تجوجوا تبنيوا اسر كونوا اكيدين وديروا مراجعة نفسية وصيروا عند أخصائيين نفسيين وقصوا مع ريوسكم وتشاوروا كنكونوا أكيدين بلي عندكم الصحة النفسية والقدرة الكافية باش تحملوا وتهزوا ولادكم وتطيحوا تنوضوا عليهم كيف ما كانت الظروف كيف ما كانت الصعوبات. شكرا لك وجميع جنود خفاء بيتي، وأكيد نتلقاكم في حلقات مقبلة. شرفتنا بالحضور ديالك.